في إطار العمليات المتواصلة لاستعادة السيطرة على كامل الرمادي غرب العراق، تمكنت قوات مكافحة الإرهاب العراقية من الوصول إلى مركز حي السجارية شرق الرمادي الذي يعتبر آخر معقل للتنظيم في المدينة. المرحلة الأولى من عمليات استعادة منطقة السجارية في الرمادي في العراق اكتملت، حيث نجحت قوات مكافحة الإرهاب من استعادة السيطرة على 50% من الحي الذي يعتبر أحد الجيوب الحصينة لتنظيم داعش. تأخر العمليات مرده وفقا لقيادات عسكرية إلى استخدام داعش أهالي المدينة دروعا بشرية، حيث تعمل قوات مكافحة الإرهاب على تأمين ممرات آمنة لمن تبقى منهم، إضافة إلى سياسة تفخيخ المنازل والطرقات التي يتبعها التنظيم. مصادر أمنية توقعت تطهير الكثير من المساحات في الساعات المقبلة وفقا للخطة العسكرية الموضوعة، مشيرة إلى أن الطيران دمر كل نقاط التمركز والتجمعات لداعش في المنطقة. توجهت قطعاتنا باتجاه منطقة الجارية اللي تعتبر هي آخر معقل من معاقل داعش وتعتبر قلعة حصينة له. حاليا احنا نتواجد بمنتصف منطقة الجارية ان شاء الله، والتقدم ان شاء الله مستمر. خلال عملية التقدم تم قتل اكثر من 37 ارهابي، بالاضافة الى تدمير عجلتين مفخخة. وخلال عملية التقدم كذلك تم رفع اكثر من 225 عبوة. قوات مكافحة الإرهاب والقوات العراقية تخوض حرب شوارع ضد داعش، تمكنت على إثرها من طرد التنظيم من مناطق البسودة والمحلاوية والبوغانم وصولا إلى السجارية وامتدادا إلى جويبة وحصيبة الشرقية. رامي عيسى، العربية.